أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الخوارج الذين خرجوا على المسلمين والصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيروا صلاة وعبادة، فكيف أن صلاتهم وعبادتهم لم تنفعهم بأن يتحصنوا من الشياطين وأنهم لم ينتصروا على هواهم؟ الجهل، سببه الجهل. التعالم يسبب الخروج، فهم تعالموا على أنفسهم ولم يتعلموا على الصحابة، ولم يتلقوا العلم عن الصحابة، واجتهدوا في العبادة حتى خرجوا عن الحد المألوف، والغلو ممنوع في الإسلام، فسبب هذا هو الغلو والجهل أيضا، غلو وجهل والعياذ بالله، ورخص للعلماء عندهم، يسخرون من الصحابة، يسخرون من العلماء، هذا اللي سبب لهم الهلاك. وهذا ليس خاصا بهم، بل يشمل كل من اتصف بصفاتهم إلى أن تقوم الساعة. نعم.